السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الريسك في برنامج السينكرو. برنامج السينكرو بيديني امكانية ان انا كمدير مشروع اتحكم في موضوع الريسك واسجل في كل تاسك ايه الريسك اللي موجود فيها. فهاجي هنا من نافيجيتور واقول له انا عايز اظهر الريسكس، فبيبدأ يجيب لي الريسك، فبدوس ان انا كليك واقول له اد، واقول له مثلا في مشكلة، مثلا ريسك في الولف ممكن تعمل اكتر من واحدة، او ممكن تعمل حاجات فرعية يعني من الكولوم دوت. هقول له انا عايز اعمل اد، فيلف لي تحتيه على طول، فاقول له مثلا كولوم واحد، كولوم اتنين، كولوم تلاتة، وهكذا. واقدر في اي وقت اتحكم فيها، اقدر اعلم على ديت الريسك ديت، واروح معلم على التاسك اللي انا عايز اربط بيها، واجي هنا واقول له assign to select task، تمام. واجي هنا من الشاشة اللي هنا اقول له task properties، فاي تاسك بتبدأ تظهر معايا هنا اقدر يقول لي الاسم بتاعها ايه، الستاتس بتاعتها، اقدر اختار طيب الاهمية بتاعتها قد ايه، طب هي كام يوم، طب نسبتها قد ايه. كل الحاجات دي اقدر ادخلها كمعلومات بحيث اقدر اشوف اني حاجة اللي فيها مشاكل، هل الخطورة بتاعتها ميديم ولا هاي ولا لو، هتبقى كام يوم، النسبة بتاعتها قد ايه. واقدر من هنا برضو اتحكم في الريسك ريجستر الجنرال، هل هي حسبتها ولا نسبة من المهمة، كل الحاجات دي اقدر اتحكم فيها. طيب انا عايز اظهر هنا برضو الريسك في قلب الجنت دوت، فهدوس هنا رايت كليك وهقول له كاستم كولوم، واقول له يظهر لي الريسك. هلاقي عندي حاجتين موجودين في قلب الريسك، ريسك اناليسيس، هقول له انا عايز دوت، وعايز برضو الريسك تايب، فيبداوا يظهروا معايا، واقدر اتحكم اذا كان في هنا فعلا في ريسك ولا لا. ممكن بدراج اند دروب يعني اسحب كده، يبدأ هو يربط لي الريسك دوت بالتاسك دوت، وكلهم هيظهروا هنا اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز من التاسك بروبرتس بختار الريسك. طيب لو انا عايز اتحكم برضو في الالوان ديت بتاعت الريسك، فبروح الاوبشنز، دي من قوة البيم لان هو عناصر موجودة، فبقدر اتحكم في موضوع الـ العناصر كلها، البرامتر بتاعتها، اقدر ادخل معلومات، اقدر ادخل الريسك قد ايه. طيب باجي هنا في جانت شارت، هقول له انا عايز الكالرز، عايز الكالرز ريسك، دي الالوان موجودة اللي هي البفر ستورج الديليز، تقدر تديها الوان بحيث ان انت تقدر تعرف ايه الحته دي بس فيها مشكله، ايه دي فيها مشكله ايه، فتعمل حسابك وتعالجها قبل ما تحصل.